الكلام عن حد حضرتك الطرح ده، وطبعا بخبرة حضرتك الكبيرة والقامة العظيمة لحضرتك، يعني قول لي هل الطرح ده سليم ولا لا؟ مثلا كانت الناس بتتكلم مثلا على كلية الإعلام، الناس تقول خريج كلية الإعلام بقوا كتير قوي، سوق العمل لا يستوعب هؤلاء، فبالتالي قللوا من كليات الإعلام وقللوا من الطلبة اللي بتلتحق بكليات الإعلام لأنه سوق العمل مش مستوعب ده كله. بعض الناس كانت بتتكلم وكتبوا في بعض المقالات في هذا الإطار إنه عشان نزود عندنا بعض العجز في الأطباء، فليه ما نعملش كليات طب جديدة؟ هل ده طرح مناسب يا فندم؟ يا فندم تم فعلا. أنت على شقين او جزء الاول او جزئين. الجزء الاولاني ان انت زودت اعداد المقبولين بكليات الطب. ثانيا بعض كليات الطب كثيره فيها برامج اخرى موازيه بتستوعب اعداد اخرى من الطلب. ثالثا هناك بعض الجامعات الاهليه والخاصه والحكوميه بدا انشائها وبدا تعمل بالفعل من سنتين اللي فاتوا، ثم السنه دي في كليات جديده تستوعب اعداد اخرى من كليات الطب. فاحنا عندنا محتاجين اطباء، بنزود كليات اللي بتخرج الاطباء، بنزود الاعداد اللي بتقبل، بنحسن برامج التوعيه والتدريب المستمر داخليا وخارجيا. كل ده بيضيف الى الكوادر الطبيه. تمام. في اي كلام عن مبادرات رئاسيه قادمه؟ في يا فندم، في يعني المبادرات القائمة فعلا موجودة. بدأ إضافة مجموعة أخرى من المبادرات. يعني احنا اهتمينا 100 مليون صحة عشان اكتشاف أي أمراض والحالة الصحية للمواطنين. علاج التهاب الكبدي سي، هيبقى في منظومة ان كل حد بيروح يخش الجامعة يخش المدارس يروح في أي وظيفة في أي حتة لازم تكتشف بعض الأمراض وتعمل له بعض الاختبارات. تمام. مثلا التقزم والأنيميا والسمنة عند الأطفال. التقزم ده غالبا بيبقى نقص هرمون الغدة الدرقية. من ضمن الاختبارات المقننة اللي لازم تتعمل للطفل بعد الولادة مباشرة إنك تعمل له تقيس هرمون الغدة الدرقية. طب اتقاس. لازم بقى نتابع الطفل ده، يعني ما يقيسوش يقولوا هرمون الغده الدرقيه قليل ولازم تاخد الدواء ده ما ياخدوش، يحصل تقزم. صحيح. فاذا لازم نتابع هذا. فاحنا بنخلص تدريجيا او قربنا تماما من التهاب الكبدي سي، لان اكتشف بقى فحص روتيني لفئات مختلفه عشان ما يبقاش في حالات موجوده في المجتمع. لما رتبنا انواع الاورام اللي موجوده عند الانسان في مصر لقينا ليهم ترتيب، يعني في نمره واحد واثنين وثلاثه واربعه. يبقى اذا في مبادره حاليا للكشف المبكر عن هذه الاورام. يعني المبادره نقول اللي هي الاحدث؟ هي الاحدث انضمام مجموعه اخرى من المبادرات. منها الاورام زي ما قلت لساتك الاخرى. هو كان في سمعنا عن الرئه والقولون. في الرئه وفي القولون. في عنق الرحم عند السيدات. في الكبد، لان طبعا اما كان عندنا التهاب كبدي سي وبيحصل تليف في الكبد، فكان نسبه اورام الكبد اكثر. فده من ضمن الاورام ايضا اللي محطوطه في هذا الاتجاه.